بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم وحيد من الخيان قال لي بلا تعمل مزية عملنا فيديو على الكاتونسات كما عملنا يعني انتوايا السيركوي فرمي. جاتني فكرة باش نحاول نعملها وان شاء الله تكون ناجحة وتفيدكم الناس كل اللي هم هذوما الديريتات الاثنين. على اللي وريتو هذوما اثنين حاول باش المكان هذا نفكو هذا كما شفنا في الله نقام الفيديو الاخر انزل بظفرك تخرج وهي تنزل بظفرك كذا تخرج هذا نجيبو كده هذا زوز ديريتات هذا واحد نحطوه في الهلي واحد في الرطوب الهلي ديما هو الخشين هذا ورجوع هذا يجود يعني الحمد لله جينا طريقة سهلة إن شاء الله تكون سهلة عليكم العملية ومن حظ السيد اللي كلمني على الفيديو حطوا هذا مثل العادة كل مكان شوفوا تكون في مكان مش مي بكش هان فكنا معنا البومبات هذه تاع المازوت نحاولوا باش ناخذوا الماده مش بعد ما تخدمناش مش ما نقعدوش نخدموا بزيت هذه ناخذ الماده نعملها كي البيرج نحاول نخدمه توا إن شاء الله العملية ناجحة كل شيء قاعد يدخل كل شيء قاعد يمشي عمدية لباس ممتازة ماشية قاعدة في البيت يدخل ويخرج هذا أحسن ما يكون
الرجال يحسن الموضوع كيف تحسه تبدل رق يعني ظل قريبي يعني في الجملة ما عاش فيه حس الكل تبدل النغمة نتاعه تبدل أول ما خدمناه كان يترشد تك 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 صوت تسمعه فيه ما عاش فيه حس الكل حسن يعني بطريقة ممتازة ما تقول يعني لو كان مفتوح كذا في البول يمكن ما عاش تسمع حتى يعني في البول مفتوح ولا بيشوم احنا يعني عاد مازال يتحسن لأن المضوط قاعد يدخل شوي شوي كل ما يدخل المضوط أكثر كل ما يكون أكثر كل ما يدخل التنبيه أكثر كل ما يكون أكثر شوفوا ما شاء الله المحرك يعني ولا حسه ارطب ما عاش فيها كتقربيها بكل يا ادي ماشي
استنوه حتى يكمل على الاخر. ما نحبش نطول عليكم، لكن انا حبيت نشوف النتيجه الاخر شنو هي بالضبط. يعني نحس المحرك بصراحه يعني تبدل صوته جمله وبدا يرتاح ونغمته تبدلت، يعني حسه تبدل. هذه المادة هي اللي نستعمل فيها، أنا قلت لكم يعني جربتها عدة مرات وأعطتني نتيجة طيبة يعني باهية، مش نشهر فيها لأن لا نعرفها لا نعرف مواليها، لكن كلمة حق تقال يعني الإنسان وقت يلقى حاجة يعني معقولة وباهية ينصح بها الناس ما فيها بأس، حتى سعره يعني عندنا إحنا مش غالي يعني، مع سعره معقول جدا يعني. وماذا به الإنسان هذه المادة هذه مش لازم يعمل حتى الطريقة هذه، يعمل مرة في الشهر، مرة يعني في الشهر يصب فلاكون هذية بدون هذا، يصبه في المازوت سواء في البلان ولا في الشطر بلان ولا مهم، وفيها النوتيس هو نجم يقرأ عليها شنو اللي صعب يعني. حس في الموتور أنا ما شاء الله بدا يرتاح، بدا حس يتغير. حاولوا نحطوه ديما ديري صوته بس ما خلوش ياخذ هواء. الصوت اللي تسمعوا فيه هذايا نتاع الفشفيش واحد، لان الديريت نتاع التربو مش راكب، هذا ليش الصوت تسمعوا فيه يعني فشفش كانه. يعني لازم تكون المادة، لازم تكون يعني المادة خلاص ما عادش يعني فيها كمل. هذه العملية نتاع السيركويف يعني نتواج سيركويف فرمي نتاع 407، إن شاء الله تكونوا استفدتوا منها، وهي تجي على جميع أنواع السيارات، بس لكن المهم الواحد يعرف الدريت للي والرتور وين، يعني برك يعرف اللي هم دخول المازوت وخروجه منين، كان يعرف دخول وخروج المازوت منين يعملها بسهولة تامة، يعني خاطر فما كراهب تلقى ساعات المكان نتاعهم ضيق جدا. هذه تو أنا يعني قاعد نتبع فيها، لقيت الدريت نتاع الرتور والواحد سهلين جايين من فوق. استفدت من العملية وعملتها، نرجعوا الدريتات مكانهم، بعدها نعمل شوية يعني نضمه شوية المازوت باش ما تاخذش هواء. هذه هي العملية، وإن شاء الله تكون أفادتكم، ونسألكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.